فلفل الهالابينيو احر نودلز في العالم احر شوكولاتة في العالم الالم في حلقي فظيع بيك بوي فور لايف بيبي انتوا بتتحملوا المسؤولية لو قررتوا تاكلوا اي كوينز وانا متيم واليوم حنتحدث عن باحر المأكولات في العالم اليوم حنجرب ناكل هالابينيو احر مخلل في العالم او ماي جاد احر حلاوه في العالم احر اندومي في العالم واحر واخطر شوكولاته في العالم الموضوع مو عباره عن تجربه اكل الموضوع تحدي يعني الخاسر العقاب متيم اذا خسرت اليوم حابك تحول نفسك لكيس تشيتوس وتروح للسوبر ماركت تشتري اي شغله وتطلع سكينة لو خسرتي راح تروحي السوبر ماركت وتتقضي ولكن هالمره لابسه بيجامه يلا كارثه اضافيه نضيفها للائحه الكوارث اللي مسويها في حياتي في عام 2015 في بداياتي مع اليوتيوب بالصدفة كنت في السوبر ماركت ولمحت موجود جوست بيبر اللي هو ثاني احر فلفل في العالم فقلت تدري خليني اخذه واجربه كانت هذه واحدة من اكثر الاشياء خطورة على حياتي واللي كانت من جد راح تحط حياتي على المحك انا بالعادة ما باكل حار ابدا تجربتي الوحيدة مع الحار هي اني سبق عملت تحدي اكلت فيه حبة فلفل حار وكان صعب جدا لكني ضغطت على نفسي لاني بعاني من مشكله واللي هي اني بكره اخسر في التحديات اول مستوى في تحدي اليوم فلفل الهالابينيو كل واحد فينا لازم ياكل هالابينيويا كامله اللي بيكمل هالابينيويته بدون ما يشرب بياخد نقطه واللي ما بيكملها صفر اوكي هذا الحليب هخليه جنبي اذا احتجت اشرب وانتم مستوعبين انه هذا ابرد شيء في كل الشغلات اللي حناكلها اليوم ثلاثة اثنان واحد بسم الله مشكلتي اني ما احب طعم الفلفل او ماي جاد طعمه مر اوكي done it's spicy woo okay yeah it's spicy كلتي معاه في الطعم اوكي لا ما حشرب ما حشرب ما حشرب oh my god my god اوكي طعمر خلاص كملتها بإمكاني أشرب الآن أوه ماي جاد في حرارة ما هي أعلى شيء بس يعني it exists فهذي الشعور موجود الحرارة اوكي هاي فمي لساني بيحرقوني كل شيء بيحرقني واو ما كنت مستعدة لكل هذه الحرارة That is spicy حاسة نفسي دخت واو مش قادرة استوعب انه هذا ابرد شيء المستوى الثاني احر مخلل في العالم هذا شكله وريحته فلفل حار الفكرة هي انه لازم ناكل اكبر عدد شرائح مخلل بدون ما نشرب وبنربح نقطة عن كل شريحة انتوا شايفين بودرة الفلفل الحار في كل مكان وهذا المفروض احر من الفلفل اللي اكلنا قبل شوية 2.4 مليون مليونين و 400 الف وحدة سكوفيل تسمع صوت الطقة؟ اذا ما في صوت طقة انا ما اكل بس باكل اوكي يو سميل ذات تشمو يلا واحد اثنين ثلاثة شايفين نقط الفلفل الحار يلا بسم الله اوه سبايسي
اوه سبايسي اوكي بس انها كانفسها very delicious مرة حلوة. الشريحة الثانية حابة اشرب. في حرارة مو مرة ولكنها طلع طعم البيكلز اكثر. delicious اوكي. اوه اوه ماي جاد اوه ماي جاد مش بس فمي اللي بيحرقني، شفايفي بيحرقوني وحلقي بيحرقني كمان. That's a good one. بس انا شاري من فترة طويلة فما عاد في القرمشة اللي موجودة بالاساس، ولكن بشكل عام ليش ارهف عليها؟ مش عارفة اذا حقدر اكل شريحة زيادة. اوكي هذه حتكون اخر شريحة. واو فمي نار، حاسة كأني جرحت فمي صراحة. ما بأكل زيادة، الأخيرة كانت حارة بس ما نحاسب حرارة الكارولينا ريبرز في مرة. طبعاً أنا أساساً جربتها من قبل في أحد فيديوهات، لذيذ ولكن لو كثرت منه راح يتعبني، خصوصاً أنه مخلل ففي خل كثير فيصعد هنا مع الفلفل. خروح اللي بعده. المستوى الثالث، أحر نودلز في العالم. هادو أحر نودلز في العالم كله يا جماعة. كل واحد فينا ياكل هذه العلبة كلها بدون ما يشرب. اللي بيخلص علبته كلها بيربح 10 نقاط واللي ما بيخلصها 0 نقطة. اوكي ثاني شيء عندنا لهذا اليوم، او ماي جاد كل ما شفتها اضيق نفسيتي زي ما تشوفوا. احر نودلز في العالم، تحدي اللي يشوفوا الناس او الناس يسووه بشكل عام يكون للنودلز الكوري this one، بس انه هذا 18000 سكوفيل يونت. هذا بالجوست بيبر، يعني ثاني حرف الفلفل في العالم، هو الفلفل اللي سبب لي ازمه في حياتي كلها حرفيا. هذا 1.2 مليون سكوفيل يونت. I mean ف بيجي فيها اول شيء شوكه، وهذا الصوص لونه اسود من كتر ما مبين حار، وهادو النودلز لونهم اسود يا جماعة. اوكي هروح اطبخ النودلز وارجع. اوكي هادو النودلز والان هحط الصوص. او ماي جاد الصوص لونها اسود حرفيا. اوكي سو حطيت الصوص كامل وحخلط. اوكي الشوكة مكسورة، هل يمديني انسحب ولا لا؟ لونه اسود، خنسوي. اوكي هذا الحليب جنبي للحالات القصوى. مش عارفة اذا ابدأ الان او استناه يبرد شوية لانه السخونة بس خلي الحرارة اعنف. اوكي خلاص هبدأ. بسم الله. Oh my god, that's spicy. Oh. Woo! Okay. Oh yeah, that's spicy. لازم اسكت واركز. هحاول اكله باكبر سرعه ممكنه. احاول افكر في اشياء غير الحراره. طيور الجنه. هذولي صارت حبرة. اوكي مرة حار. هاي حلقي. او ماي جاد حلقي بيألمني. او ماي جاد الألم في حلقي فظيع. اي البلع صار مؤلم جدا. اي اوه ماي جاد اهم شيء اني قاعد اهف عليه يعني بيبرد. It doesn't help. اي مش قادرة ابلع يا جماعة.
هي اول واحده اللي كانت مره حاره، جسمي قاعد يتعامل مع الطعم بنعومه. قربت اخلص. او ماي جاد قربت اخلص. اوكي يا اي 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 ما عاد قادرة ابلع ريقي، حلقي مدمر. حلو الكولي كان مرة سيء. بيك بوي فور لايف بيبي. اللي يدمرني بالعادة هو اللي يظل حول شفايفي. Not bad. Not bad for a first challenge. I did it. Ouch. Let's go. المستوى الرابع، أحر حلاوة في العالم. هذه الحلاوة حرفياً مكتوب عليها إنها بتسبب التهاب للبشرة وللعيون. الحلاوة عبارة عن حبيبات. قانون اللعبة هو إنه بنربح 3 نقاط عن كل حبة، وأول ما بنشرب بتكون اللعبة خلصت. Ooh, that's not a good one. هذا هو حلاوة نيردز مع كارولاين ريبرز. هذه أول حبة. بسم الله. Oh yeah, spicy. That is spicy. حار مرة. حبة ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16. أوه الآن بدأ أحس بالحرارة. أوكي 16. هذا أول منتج يخليني أحس بالحرارة في معدتي، مش بس في حلقي وشفايفي وفمي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 احتاج الى جربة. المستوى الخامس والاخير، مستوى الوحش، احر شيء حناكله اليوم، احر شوكولاتة في العالم. انا مش قادرة اتخيل انه لسه في شيء احر من اللي اكلته. اوه ماي جاد. سو هذا لوح الشوكولاتة، اكيد ما حناكل اللوح كله. لو اكلنا اللوح كله بدون مبالغه ممكن نموت الان امام الكاميرا. فحقص مربع.
قانون اللعبة هو 5 نقاط لكل مربع شوكولاتة بناكله بدون ما نشرب. آه يا ربي كتير خايفة. المنتج الأخير عندنا لهذا اليوم هو أكثر منتج أنا خايف منه حرفيا، يعني 9 مليون سكوفيل يونت. ياه أوه ماي جاد، يعني هذا أحر شوكولات في العالم. ينتهي تاريخ ما أتوقع اللي عندي وكل. أوه ماي جاد صار شكله كذا، ما أدري إذا هو أساسا شكله كذا ولا لا، بس حرفيا اللي عندي أنا جبت شحن بحر فظل في الحر ما يقارب شهرين. So I don't think it's safe. ما أتوقع أنه أقدر أكل هذا. ما أدري شكله ما هو شوكولاتي نهائيا، يعني ما أدري شوكولات كذا، بس you know what I mean، الحياة تجارب. So it's حبات بطول انكسر ويا الريحة. هذا الشوكولات ليش في ريحة كذا؟ اوكي ناكل اول واحدة. واحد اثنين ثلاثة. Oh yeah, that's spicy. لا اوكي حار لكن بنفس الوقت في اوكي المربع الثاني كاتبين عليه تحذير انه انتوا بتتحملوا المسؤوليه لو قررتوا تاكلوا هذا المربع الثاني. لساني بيحرقني. ما عدت بتحرقني. اوكي الثنتين هذول مع بعض. بلعته. اوكي ذات سبايسي، مرة سبايسي. اوكي ام دان. او يا ذات سبايسي. أنا خلصنا. معلومة بسيطة عن آخر شيء جربنا، البيبر كريستالز الموجودة في آخر منتج هي ما هو فلفل طبيعي، هي مركب صناعي. حرفيا هذا الفلفل يتم استخدامه في البيبر سبراي أو رشات الفلفل الموجودة لدى الشرطة الأمريكية، فلك أن تتخيل بأن هذا اللي في فمي ماني قادر عليه، ولك أن تتخيل بأن هذا في ناس كثير خلته في عيونها. فهي أصناف بيقول اوكي تجربة هو مستحيل اعيدها. مستحيل تجربة الفلفل من اسوأ الاشياء في الكون. اعيد مرة ثانية. اوكي وصلنا السوبر ماركت حاليا، يعني fully equipped. العالم من الحين بدأت تطالع which is not good at all. فزي ما تشوفوا لابسين شيتوس كرونشي فليمن هوت، وبنشتري شيتوس كرونشي فليمن هوت، فخلونا نروح نشتري شيتوس ونجي. اوه ماي جاد الوضع مو بس مرة حرفيا كل الناس طالع فيني. على طول على الشيتوس، ما ادري حتى وين الشيتوس. اوكي ما زل طبعا. طبعا حاولت اختار وقت انه ما يكون في احد وبزعل زحمة. اوه ماي جاد لاني عارف ان حظي تبن، جيت الساعه 4 الفجر عشان ما في احد، جو ناس متيم صح كيف الحال وصوروا معاي وما يعني سيريسلي اتس نوت ماي بيست داي. بس الشيء الكويس الوحيد اللي سويته هو اني يعني اوريدي رديت لسكينه العقاب لما اكلت السورسترومينج. العالم طبعا الحين حول السياره فهروب اسوء.